ده المكان اهو يا جماعه. حلو، صلاه النبي تملى القلوب. يا يا عم صل على النبي الاخر يعني. نازلين هنجرب اهو. حلو، يا ربنا ييسر الحال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله حبايبي. طبعا قبل في مغلب نشتغل بيه اهو، بنحط في السن اهو، بنربعها اهي ونحط في السن، وبتعمل سنين طباق طوال تمام مع فل صغيره. تمسك سن في ايدك والسن الثاني عين. سمكة موسعة النهاردة يا جماعة، النهاردة الجمعة، سمكة موسعة والشريمة. احنا النهاردة هو المكان اللي كنا بنوصف لكم كل مرة. طبعا يا جماعة المنطقة عندنا حاجة دلوقتي شغال بنص سبعة. السمك الكبير يا جماعه النهارده ملوش نفس ياكل، مش عايز النهارده ياكل. صعب جدا جوه قوي قوي يعني. حطيت فيه نوعين، بتربعها كده تعديها في السن كده، السن التاني برضه. خش عليك بودي وخش عليك بودي تمام. بس النهارده صعب بصراحه. والشمس كمان زي ما انتم شايفين بتبقى في وشنا اهي، مش شايفين حتى جوه ايه. جوه لو انتم شايفينها في تعويم. طب يلا ربنا يرزقك. طيب يلا بنركن العربية هنا كده وبننزل. صلاة النبي تملى القلوب. يا عم صل على النبي الاخر يعني. الاحجام كبرت يا جماعه واشتغلت على اخر النهار زي الفل. يلا ربنا يرزقك حقك. امسك على الرز. لا هتقع مني تاني. طب هات التلاجه دي. استنى. يلا ربنا يرزقك. حلو صلاة النبي. هي الأحجام كبرت واحدة واحدة اهي. هتشتغل يا جماعة ان شاء الله. هتبدأ ان شاء الله. ماشي يا عم يوسف، امسك من الدماغ. تقفش. على التلاجة. وقعت برضه، وقعت وقعت وقعت. هنا اهي. داش. هنا النصيب برضه. طيب ماشي. اشتغل ان شاء الله، اشتغل ان شاء الله. يلا ربنا يرزقك. شكرا حبيبي. حلو صلاة النبي تملى القلوب. يعني الحجامة يا جماعة النهاردة مش قد كده. الشر مليان النهاردة، مليانة النهاردة شر يعني في كل المكان بقى النهاردة. نقعد نتجرب هنا وهنا برضو مليانة شر برضو. ربنا يكرم بقى، نحاول برضو نجرب كده والدنيا. اما
تلال شوية كده، الشمس تكسر كده وممكن تظبط دلوقتي. يلا الأحجام بتبدأ تكبر حاجة سنة سنة يعني. والله ده المتوفر يا جماعة النهاردة الجمعة، ده المتوفر يا جماعة. مفيش كبير خلاص النهاردة، تحس النهاردة بقى في مشكلة. يلا ربنا يرزقنا بقى. اللهم صل على النبي. حلوة صلاة النبي. حلوة. الله ينور الله ينور. اطلع يا عم رجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رجل الرجل الطيب ده. البركة. الله يكرمك. والله ربنا يرزقك حبيبي. مش عايز سيبها ما تهربش. دبوره يا جدعان، مش عايز سيبها. الشارع برضه شغال شويه. شر مش غلقان كبير، غلقان شر. طبعا غير كده المكان، غير هو الكبير شبعان، كبير شبعان. اللي بيقول لك كان في ناس الصبح شغاله على بوري ومشيوا بعد الجمعه كده. والنهارده شغاله لان العروس هجم على البر يا جماعه، لان في شريانه، فخلى البيت كله خربان. ايوه بس الشر، بص اهو بس في تعويم معاهم على الفله كده ويمشي تعويم من غير نفس. بسم الله عشان كان في ناس عايزة. طيب ده البوصة يا جماعة عشان كان في ناس عايزة تعرف البوصة دي اسمها ايه. تمام كده ايه؟ دلتا 6000. وهنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. زي ما انت شفت النهارده الجمعة، صراحة الشر كان كتير النهاردة، ويدوبك سمكتين تلاتة وبراية واحدة اللي خدناهم النهاردة. اليوم كمان الريح كان زي ما انتم شايفين عامل ازاي، والكبير اصلا ما دخلش خالص النهاردة، موسع جوه خالص، لان الأروس النهاردة يعني كل شوية يطلع كده من المية وبيخوف السمك الكبير. كان في ناس الصبح مزفرة بلبوري، فالحتة دي كلها كده مملية شر يعني. حتى لو ما بجرب هناك او حاجة برضو مملية شر برضو. فهو بقى ان شاء الله ننزل يوم تاني نعوضه يعني.
نحلو صلاة النبي تملى القلوب ياما يا عم، صلى على النبي الآخر يا رعاية الله.